هيا لنكمل المعركة يا زعيم بيروس. طار أبي عاليا جدا. هذه مشكلة، فنحن لن نستطيع رؤية شيء. هيا نذهب أيضا. انتظري قليلا يا بولما. اسمعوني الآن، أرجو أن تكونوا مستعدين. والآن خذ هذه. يبدو أنك قد ألفت قوة زعيم السيان المذهل، وهذا شيء رائع يا هذا. نجرب الوكز. نضرب بقوة. اضطررت إلى إخداعك قليلا، وأيضا استطعت وكزك. 1 2 من الآن ستبدأ المعركة. استعد لمعركة الزعماء. والآن يستعد زعيم الدمار بيروس للبدء بالمعركة. فهل سيتمكن جوكو من حماية كوكب الأرض من الدمار؟ سيدة بولما، هل يمكنك زيادة السرعة قليلا؟ تعطل جزء من المحرك بسبب الهجوم. فإن هذه المعركة تتجاوز قدرتنا على التحمل. الأمر متروك لك يا جوكو. يمكنك أن تبدأ القتال وقت ما تريد. لا بأس، لا بأس. هجومك دائما يؤثر في بشدة يا زعيم. هجوما أكبر هذه المرة. لن تستطيع إبعادها. ترى ما ذاك؟ هل تسمعني؟ ربما يتمكن من تجاوزه والتغلب عليه أيضا. لم تظهر قوتك الحقيقية بعد. اكتشفت أمري. سيد إلدر، أهذا يعني أن الزعيم بيروس تعمد أن يتسهل لجوكو في القتال؟ أراد من جوكو أن يصير زعيماً وأن يهزمه بضربة واحدة بعدها. لا بأس، أظن أني أفهم ما تريده مني. يكفي الآن، انتهى الحديث هنا.
هل ستتركني أسقطك ولا تحرك ساكنة؟ أبي! قوة زعيم السيان المذهل لا يزال جوكو بعيدا عن مستوى قوة زعيم الدمار. بدأت أشعر بالنعاس. نعستني. كانت تلك لكمة جيدة. لا تؤثر في أبدا. من هذا؟ ارتفعي. أعلم هذا. إلى متى ستظل تستريح هكذا؟ ألا تعني لك حياة البشر شيئاً؟ هذه معركة بين زعيم وزعيم. سؤال سخيف. ما علي إلا تدميرها. سأريك قوة زعيم السيان المذهل. هذا جيد، هذا ما أريده. سأبدأ. الطاقة القصوى. يبدو أن الشخص الذي كنت أبحث عنه ليس أنت يا جوكو. جوكو! الزعيم بيروس قوي جدا. إنه قوي وشجاع. قوي جدا. ما هذا الشعور الغريب؟ حماسة كبيرة في داخلي. يبدو أن قوة زعيم السيان المذهل لا تزال تزيد من حماستي لقتالك. سأريك قوة بيروس الخاصة الآن. هيا استعد. ترى هل سيتمكن جوكو من إنقاذ كوكب الأرض؟